انا ما اقدرش اسميه بلطجه. ادي الناس اللي بتترمي من فوق العمارات. الارهاب يطل براسه من جديد، يروعنا من جديد، يروعنا في المحافظات من جديد. تذكرون ذلك الملتحي وبحوزته ما يشبه علم تنظيم القاعده. ظهر رجل على شاشه مصريه يدعي انه الشخص نفسه بعد ان حلق لحيته طبعا. اعترف بانه قاتل واقعه السطح وطالب لنفسه بالاعدام. انا بطالب الحكم عليا بالاعدام، هقول كده قصاد النيابه. ربنا يوفقني، بس ان انا كلمه تقيله على اللسان، ربنا ان شاء الله يجريها على لساني. لا تصدق دوما ما تسمعه، بل وحتى ما تحسب انك تراه. هكذا يقول مركز بريطاني مستقل اجرى تحليلا على الفيديو الممتد لخمس دقائق. يدعونا ميدل ايست مونيتور الى ملاحظه الشخص صاحب القميص الاخضر عند الدقيقه 1:29. سيرجع اليه لاحقا. في الدقيقة 1:34 يظهر رجل لحيته كثة يلبس قميصا أبيض ويحمل راية بيضاء وسوداء. في الدقيقة 1:58 يظهر جليا أن فوق الخزان أربعة أشخاص ليس بينهم صاحب القميص الأخضر. الدقيقة 23 يدخل صوت معلق يفسر لنا ان اناسا يلاحقون الاربعه فوق الخزان. الاربعه اللي فوق دول كسروا باب البيت طلعوا، عملوا فيهم ايه بقى؟ الدقيقه 4:08 ليس المشهد واضحا خلف الخزان، لكن المعلق يبدو متاكدا. ضربوه، ياه قتلوه قتلوه قتلوه، يخرب بيت ابوه. الدقيقه 4:39 يتم دفع الشخص الأول، إنه صاحب القميص الأخضر وليس أحد الأربعة الذين كانوا على الخزان كما يحاول أن يظهر المعلق. الدقيقة 4:55 يقع الشخص الثاني، وردة فعل الأشخاص أسفل الخزان لا تتناسب مع إمكانية أن شخصا قد مات. بعد تفحص الفيديو مرارا استنتج مركز ميدل ايست مونيتور انه اخراج بشكل هاو لمسرحية ما، واضاف ان المشاهد لن يفهم ما يحدث بدون عنوان الفيديو وتعليمات المعلق ولفتاته. اما السياق الذي يصفه بالمصطنع فتمت صناعته كما يقول التحليل عن طريق اصوات اطلاق النار التي صاحبت التسجيل. لا يملك المرء ان يحكم على صواب التحليل ولا على مصداقية التسجيل، لكن الحذر مطلوب، وحذر الإعلام النزيه أوجب لدواعي مهنية وأخلاقية حين يتعامل مع المواد المتدفقة من الإنترنت. إذن أبدأ نقاشنا بالسؤال للدكتور حسن.